نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعربية. إيطاليا تعلن تحويل جزء من ديونها لتونس إلى مشاريع تنموية، وتونس وروما تؤكدان على أهمية الحل السياسي في ليبيا. تونس تبحث تعزيز أمنها الطاقي والحلول الممكنة، وتضع خططا للرفع من مستوى الإنتاجية بعد تراجع مسجل. الجيش المصري يطلق عملية عسكرية واسعة ضد البؤر الإرهابية في سيناء، وحصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي تزيد على 300 شخص. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. أثمرت زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي باولو جانتيلينو إلى تونس التأكيد على استعداد إيطاليا لمواصلة مساندتها للاقتصاد الوطني عبر رسكلة جزء من الديون التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية، وكذلك تطابق وجهات نظر البلدين حول حلول الأزمة الليبية. زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي باولو جانتيلوني إلى تونس استهلا بلقاء كل من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، لقاءان تم التأكيد فيهما على تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتصل بالوضع في ليبيا وحرصهما على استمرار التشاور ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا للتوصل إلى حل سياسي هناك. كما التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنظيره الإيطالي باولو جانتيلوني، لقاء أثمر استعداد إيطاليا مواصلة دعمها للاقتصاد الوطني عبر عدة آليات، من بينها رسكلة جزء جديد من الديون التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية، وإعطاء موافقة مبدئية على تمويل مشروع تنموي مندمج بجهة قبلي. ونسجل أيضا في هذا الإطار ارتياحنا للتقدم الملموس في ملف إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وللمساعي المبذولة لدى المفوضية الأوروبية لمساندة هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيساهم في تطوير المبادلات الكهربائية بين ضفتي المتوسط وفي فتح أفاق كبيرة للتعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة. اللقاء الذي تم خلاله الاتفاق على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ومزيد مساعدة تونس على مجابهة التحديات الاقتصادية ودفع الاستثمارات الإيطالية بتونس، أكد خلاله رئيس مجلس الوزراء الإيطالي باولو جانتيلوني حرص إيطاليا على مواصلة مساندتها لتونس لإنجاح مسارها الانتقالي. نحن سنحاول العمل على أن تكون تونس في أولويات مفاوضاتنا مع شركائنا الأوروبيين، وسنسعى أن تتلقى تونس أكبر قدر ممكن من التعاون الاقتصادي من قبل الشركاء الإقليميين، وخاصة من الشركاء الأوروبيين وإيطاليا. زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إلى تونس، والتي تدخل في سياق تكريس شراكة استراتيجية بين تونس وإيطاليا وتعميق التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أثمر تسجيل ارتياح الجانبين لنتائج اتفاق البلدين حيال إدارة ملف الهجرة غير الشرعية وضرورة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن إرساء شراكة تونسية إيطالية من أجل الشباب. الأمن الطاقي والحلول الممكنة لتوفيره نقاط طرحت خلال ندوة دولية حول الأمن الطاقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حضرها عدد من المختصين في المجال من دول مختلفة. بين ما تنتجه تونس وما تستهلكه من طاقة، أرقام تكشف عن عجز في هذا المجال، عجز يعود بالأساس إلى معطيات دولية كتذبذب الأسعار وعدم الاستقرار في المناطق المنتجة للبترول، إضافة إلى تراجع الإنتاج في تونس ببعض مواقعه وتأثيره على الإنتاج المحلي. سنة 2016 تقريبا انتجنا يوميا 45 ألف برميل بترول، ولكن نستهلك فوق 80 ألف. نفس الشيء في الغاز، يعني 6.1 مليون متر مكعب يوميا، مع استهلاك يومي تقريبا في حدود 15 مليون، يوصل حتى 20 مليون وقت الذروة. الأمن الطاقي في تونس والحلول الممكنة لتوفيره نقاط طرحت اليوم خلال ندوة دولية حول الأمن الطاقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. المشكلة هي أن المنطقة منقسمة، جزء منها مستهلك للطاقة وجزء آخر منتج للطاقة، ولكن الجزء المنتج هو أضعف. هو قطاع مهم جدا، ففي تونس مثلا
في صورة عدم توفر الغاز المتأتي من الجزائر ستكون هناك عدة إشكاليات، وهو ما دفعنا للحديث حول هذا الموضوع للنظر في كيفية تأمين الطاقة في المستقبل. وأمام هذا الوضع الذي وصف بالمتأزم، وضعت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خطة استراتيجية إلى أفق سنة 30 و2000، تهدف أساسا للرفع من إنتاجية الطاقة والترفيه في استهلاكها. موضوع الطاقات المتجددة هو الموضوع الرئيسي، لأن تونس عندها فرصة باش تنقص منها العجز هذايا من خلال الاستثمار وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة. أمام هذا الوضع الوزارة حطت خطة استراتيجية تشجيع الاستثمار في تونس. تعرفوا بكلكم اللي من سنة 2014 ما تعطاتش حتى رخصة، لكن أخيرا في 2017 مررنا زوز رخص جديدة. التسريع في المصادقة على بعض القوانين المتعلقة بالتنقيب على البترول والبحوث العلمية المتعلقة بهذا المجال وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة حلول مطروحة قد تساهم في الحد من هذه الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. نظمت حملة حاسبهم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار حاسب اللي يقمع فينا وهات قانون يحمينا، وذلك لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، معتبرين هذا القانون حسب تعبيرهم تبييضا للقمع وتقنينا لاستعمال القوة. احنا اليوم مطلبنا، مطلب الاول للحمله هو محاسبه اعوان الامن والبوليسيه اللي هما كانوا اللي اقترفوا جرائم بالرش والكرتوش وغيره وقتل، اللي ما تحاسبوش لليوم. دونك احنا اليوم باش نعبروا على رفضنا للقانون باعتباره قانون غير دستوري ولا يحترم مواثيق حقوق الانسان. دوليا لا تزال قائمة شهداء هجوم سيناء الإرهابي مرشحة للارتفاع، حيث بلغت إلى حد الآن 305 من المصلين لقوا حتفهم على أيدي إرهابيين رفعوا علم تنظيم داعش الإرهابي، وكرد سريع شنت القوة الأمنية والعسكرية المصرية هجمات على مواقع لعناصر إرهابية. الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بسيناء هو الهجوم الأعنف والأكثر دموية في تاريخ الهجمات الإرهابية في مصر، فوفق حصيلة محينة بلغ عدد القتلى 305 قتلى من بينهم 27 طفلا، إضافة إلى 128 جريحا نقلوا إلى المستشفيات المصرية. حدث إجرامي في كل المقاييس، شيء مؤلم جدا، عدد كبير زي كده ناس بيصلوا في أمان ويصابوا بالطريقة بالغدر دي، لكن بنقول مصر أكبر من كده. الإرهاب يعني ليس له هوية، ليس له صديق ولا عدو، هو إرهاب. الرد المصري جاء سريعا، طائرات حربية شنت هجمات على عناصر يشتبه في ضلوعها في هذا الهجوم الإرهابي. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن القوات الجوية قامت على مدار الساعات الماضية بالقضاء على عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية، عمليات جوية تتزامن مع مواصلة القوات الأمنية والعسكرية المصرية فرض طوق أمني مكثف لتمشيط المنطقة في محيط الهجوم بحثا عن باقي العناصر الإرهابية. وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة فإن منفذي الهجوم يتراوح عددهم ما بين 25 إلى 30 شخصا كانوا يرفعون علم داعش الإرهابي. الواقعة الأولى في تاريخ مصر الحديث الذي بدأ مع محمد علي باشا منذ أكثر من 200 عام أن يتم الهجوم على مسجد. دول كفرة، لا مسلمين ولا مسيحيين ولا لهم أي ملة ولا أي دين، ما لهمش دين خالص، والمساجد دي يعني لها حرمة جامدة جدا. الهجوم الذي أثار إدانات دولية واسعة لم تعلن أي جهة إلى حد الآن مسؤوليتها عنه، لكن قوات الأمن المصرية تحارب جماعة موالية لتنظيم داعش الإرهابي في شمال سيناء. أمهل الاتحاد الأوروبي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 10 أيام لتحسين عرض الانفصال عن الاتحاد، وإلا ستفشل في إقناع زعماء التكتل بفتح محادثات تجارية مع المملكة المتحدة في قمة تعقد الشهر المقبل، ودون التوصل لاتفاق سيكون الوقت ضيقا لاستكمال ترتيبات مغادرة بريطانيا للتكتل في مارس 2019، مما يزود الضغوط على شركات الساعية لنقل استثماراتها وتفادي خسائر محتملة.
نعود إلى تونس، حيث تعيش العاصمة هذه الأيام على وقع تظاهرة مهرجان ديزني بتونس الذي ينتظم لأول مرة بمناسبة احتفال هذه المؤسسة بمرور 90 عاما على تأسيسها. المهرجان الذي انطلق أمس ليتواصل إلى غاية 26 من هذا الشهر يضم تظاهرات سينمائية وفنية مختلفة، وستخصص مداخله لجمعية قرى الأطفال بتونس. للاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسها، قررت مؤسسة والت ديزني العالمية إطلاق الدورة الأولى لمهرجان ديزني بتونس، وقد احتضنت قاعة الكوليزيه بالعاصمة مساء أمس حفل افتتاح هذه التظاهرة التي ستمتد على مدى 3 أيام. مهرجان ديزني بتونس ينتظم لأول مرة، والليلة سنعرض فيلم كوكو للمرة الأولى، وهو من إنتاج بيكسار وديزني. الفيلم سيكون في القاعات ابتداء من الأربعاء المقبل. هذا الفيلم يعرض لأول مرة في إفريقيا. المهرجان يتضمن أيضا عرض قرابة 40 فيلما في 5 قاعات مختلفة بالعاصمة. الإقبال الجماهيري على مشاهدة فيلم كوكو الذي افتتح تظاهرة مهرجان ديزني بتونس كان كبيرا. حضر الصغار والكبار للاستمتاع برحلة عجيبة داخل الموسيقى والعادات المكسيكية الساحرة من خلال عرض ثلاثي الأبعاد لهذا الفيلم. ديا دي لوس موارتوس أكومنسي سسوار ورست ان فامي تيز انسيتر سرون توجور لا بور تغيدي. الجو كبير ونشيخ برشا وكل يهزمني نعم الجو. اليوم أول مرة جيت الفيلم باش نتفرج بتاع ديزني وباش نتفرج في فيلم كوكو. أيوة حاجة هيلة، أول مرة عملوها في تونس ذي بيه، إن شاء الله ديما هكا يجيبوا لنا حاجات جديدة ونشوفوهم، يعني مش لنا نحن شفنا قبل، نحبوا الصغار يشوفوا يعني هي شوف هي راي مغامرة، ومغامرة حلوة على الأخر. ما تصورتش أنا واحد من الناس الناجحة هذي الكل، معناها تبارك الله الناس كل فرحانة وصغيرات فرحانين، وإن شاء الله توا إن شاء الله باش يرجع موعد سنوي إن شاء الله معناها ناخذ الموافقة. برنامج المهرجان يتضمن أيضا حفلا فنيا للمطربة سوريز ينتظم الليلة بقاعة الكوليزيه بالعاصمة، وعروضا لأبرز الأعمال التي صنعت مجد استوديو ديزني الشهير. هذا وستقوم مؤسسة ديزني بتحويل كل مداخل المهرجان لفائدة جمعية قرى الأطفال بتونس. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. إيطاليا تعلن تحويل جزء من ديونها لتونس إلى مشاريع تنموية، وتونس وروما تؤكدان على أهمية الحل السياسي في ليبيا. تونس تبحث تعزيز أمنها الطاقي والحلول الممكنة، وتضع خطة للرفع من مستوى الإنتاجية بعد التراجع المسجل. والجيش المصري يطلق عملية عسكرية واسعة ضد البؤر الإرهابية في سيناء، وحصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي تزيد عن 300 شخص. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في. نشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.